تلقى هذا الاتصال حسب ما يقول الزملاء في الغرفة التقنية، وهو صاحب شركة تنظيف من الجزائر السيد نزيم مقراني. مساء الخير ومرحبا. مساء الخير سيدتي المحترمة، ومساء الخير للسادة وسيدات الضيوف. نعم أهلا. طبعا هذه الحملة حملة تبرع، حملة دعم فلسطين، هذه المرة أردنا أن يكون دعما ماديا، دعما ملموسا. مشكور طبعا دائما على الدعم المعنوي، ولكن في هذه المرحلة هذا الشعب بحاجة للملموس. ماذا ستقدمون من خلال هذه الشركة؟ تفضل. أول شيء نود باسمي وباسم عمال المجمع على رأس السيد المدير العام أننا ننوه بهذه المبادرة بكل بعدها الأخوي والإنساني والتضامني وحتى القومي. وفي هذا الإطار قرر المجمع أن يرافق هذه الشملة بشكل بمقدار 5 ملايين دينار، وراح يكون إن شاء الله في الحساب ابتداء من يوم الأحد. هو أقل شيء يمكن قيام به لهذا الشعب الأخ البطل الثائر والصامد. يعني لنا شرف أن نكون حاضرين معكم في هذه المبادرة إن شاء الله. يعطيك الصحة وشكرا على هذه الالتفاتة وعلى هذه المبادرة.